هذه كذلك نقطة مهمة. ثلاث أمور فيها. نعطيك مثال، كاين بزاف ناس وكثرة من الناس يروح مباشرة يصوم 6 أيام من شوال وهو عليه قضاء. دوك اللي ما عليهش قضاء هاو مهني، ما عندوش قضاء. دوك القضاء هذا وين يكون؟ يكون إما لإنسان كان مسافر وكلا في رمضان، أو يكون مثلا عند النساء بكثرة يعني، الشيء اللي كتبوا عليهم الله تبارك وتعالى، واللي يكون إنسان مريض. نعم هذا هو. اذا الانسان اذا ما كانش من هذه من الحالات الثلاثه هذه، معناتها راه مهني يصوم في ياكل في يعني يصوم في اي وقت، لكن الافضل له انه على الاقل 3 أيام 4 أيام بعد الاخر، حتى من اجل الحفاظ على اللحمه تاع صله الرحم كما مر معنا. درك يبقى هذا الناس اصحاب الاعذار الثلاثه هذو اللي ذكرناهم، ايهما اولى؟ درك انت عندك، انا نسلك مليون نسلك مليون، سلفتو لك نسالو لك، ومن بعد انت نقول لك اعطيني دراهمي، اعطيني مليون تاعي اليوم غدوه اليوم ما تعطيه ليش، ومن بعد تجينا نهار الجمعه تعطيني 20 فتقول لي استاذ احمد وهاب هذه صدقه، نعطيك صدقه، هل هذا الشيء منطقي مقبول؟ اكيد القضاء هو اولى يعني. ايوه نعم. اذا معناتها سلك دينك، ودين الله تبارك وتعالى اولى بالقضاء، دين الله اولى بالقضاء. نعم. درك القضاء هذا عنده الشوال هذا عنده الوقت، وحتى اذا كان ما صوم شوال ما خلاتش الدنيا، بصح القضاء قادر تموت وانت ماكش قاضي وما قضيتش، معناتها لازمك اول شيء تسلك دينك مع الله تبارك وتعالى، بعد ذلك صوم النوافل وصوم التطوع. زيد النقطه اللي لازم ننتبهوا لها وهو الحديث اللي ذكرناه، قال الرسول عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال. كي نقولوا صام رمضان صام رمضان، اللفظ هنا واش تدل؟ تدل على صيام الشهر كله. نعم. إذا الصوم هذا إما أداء كله وإما قضاء. باش يولينا شهر، باش ينحسب لنا شهر، واش معناتها؟ معناتها لازم نصوموه كامل. لازم نصوموا 30 ولا 29 يوم. هنا باش نقولوا باللي صمنا 30 يوم، ومن بعد باش نروحوا للنوافل. من صام رمضان، رمضان المقصود به شحال؟ 29 و 30 يوم. هكذا. إما 29 إما 30 يوم. إذا كان الإنسان مثلا عنده 5 أيام كلاهم، راجل ولا امرأة ولا مريض ولا مسافر، معناتها كي يقضي نقولوا صام 25 يوم، هل نسموه باللي أنه صام رمضان كله؟ لا. شحال يخصوه مثلا؟ يخصوه 5 أيام. نعم. وقتاش يولي صام رمضان كله؟ لما يقضي يضيف الخمسة أيام أو 6 أيام للايام الاولى اللي صامها، يعني يضيف لها ايام القضاء، يضيفها ايام القضاء يضيفها الايام الاداء. هنا هاو جاب الشهر تاعو، اما 29 اما 30 يوم، بعد ذلك يصوم ما تبقى من شوال.